السفرتين والاخت مصر هي الام، ام الحاضنه تاعت الامه العربيه، هي اللي بتلمنا واحنا بنترجى من الله، ثم من ابو مازن، ثم من السفره الدوله التونسيه والدوله المصريه اختنا الشقيقه، ان ترجع لنا اولادنا مجهودين، لانه النار في احنا هذول 22 نفر والسافي اربعه، هذول السافي اربعه انا عشت معهم، هذول بشوفهم والله كل يوم، كنت اشوف كل يوم والله كنت اشوفهم واحد واحد، والله واحد واحد، والله واحد واحد يا الله، كنت اشوفهم والله يا. والله كنت اشوفهم يوم اطمئن على هذا واطمئن هذا، بقول لهم شوف لهذاك اللي عامل عمليات يابا كيف هو، ايش اخباره، طمنونا عليه، والله زي اولادي اقسم بالله العظيم وحياتك يا الله، انت عارف ايش بقلبي يا رب، الله يسهل عليهم يرحمهم يا رب، الله يرحمهم، قلت لك انا قلت لك يا رب خذهم خلاص يا رب، ضمهم كلهم شهداء عندك يا رب، يا رب هذول ضيوف جايين عندك يا رب، خدهم عندك الضيوف هذول،